سيروا نتوما ولا غاش. والسلام عليكم عمو الصحاب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله رب العالمين. المهم يلاه جبنا اسامه عند الطبيبه ديالو زين بالحليف، تحيه للاخت زين بالحليف. سمره بدا كيتحسن، بدا كيهضر بزاف كاع، بدا كيقلبوها كيفاش نسكتوه دابا. الحمد لله يا ربي. هو فين الزوع؟ كنا دابا عند الطبيبه ديال اسامه، وصراحه اسامه بقى شويه تحسن الحمد لله. يعني دابا انا تدي له حصص ديال التنفس. التنفس قالت لي خصو ضروري، لقاش كيتخلط له الهضره مع التنفس، وخصو دابا يبقى داك الحراره فهمتهم. ديك التنفس كيدير واحد الحركات ديال التنفس، يبقى يتنفس من كرشو شهيق وزافير. كرشو مزيان حتى كتجي الدوخه شي مرات، باش كيبقى يتقاد التنفس مع الهضره، لان الهضره ملي كنهضرو كيخرج مع التنفس. هو عنده هذا المشكل هذا، كتخرج الهضره مع التنفس وما مقاديش، كيبقى يتمتم. غريبه الدراري يكونوا بحال المشكل، كنمشيو نركزو خوت على مشكله التنفس ديما تبقى المشكل بحال هكا. اسامه المهم اللي حنا كنصحكم صراحه، جربنا الدكتوره ماشي مره ماشي جوج، الاخت زين بالحليف وظريفه متواضعه على عمرها سلعه. الدكتور الفيلالي، راه الدكتور الفيلالي راه كاين فوق هانيس. هي فوق منا. لا هي الفوق الفيلالي، الدكتور الفيلالي ديال الدراري الصغار. كتعطي الخاطر للولاد الصغار بزاف. اسامه تدخل عندها فرحان، وسمره ندير الطبيب راه ما دخل حتى شي واحد. تقول الدكتور تيقول لي يلا الهضره. الهضره لا، تقول تهضر معايا. تهضر معايا. تهضر معايا. لا اللي عارف الدكتور الفيلالي راه هي فوق منه. هي فوق ديال الدراري الصغار. ديال الاريما الوطنيه في شارع علال بن عبد الله. ايوا. اسامه زوينه الدكتوره. ها؟ زوينه اسامه. ما ديروش غير الشوكه. راه زوينه. وشوفوا المشاهدين، السلام عليكم بعدا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تحيه لكم كاملين، والله يسهل اموركم، الله على درجتكم، وشكرا لكم. والله يحفظكم ويجيكم من كل افات، والله ينجح لكم وليداتكم. راه طامعين فيا، شو تيصوروا لي بتليفوني ايوب الكاميرا شحال الماتريال شحال. قالك عجبوت. عرفتي تليفوني صغيور قصيور بحالي. الباج ديالنا ديال انستغرام داليدا بوتيك واحد. بالنسبه للنمره ديال الواتساب 06 79 64 51 09. وفاء. اهلا. ماذا تفعلين؟ معزل. السلام عليكم متابعين ديالنا، كيف لقيتو؟ نعاود السلام من جديد كما كتشوفوا. انا هنا جيت ناخذ شي حويجات هنا في مدينه دوك، عارفين دابا البرد داخل، وخصنا ضروري شي حويجات زوينين. ابار هذا عاد خديت تصوراكم، دابا نوريكم فيديو، ماشي فيديو، دابا نوريكم شنو خديت. ابار هادو راه خديت شي حويجات، خديت شي حاجه راهم في الدار عندي. وهنايا خاص المحل اللي كناخذ منه الحويجات ديال البرد، هنا بديت مكناس تقريبا حدا حي انس. مرجان جوج. مرجان جوج هذا. حدا مقهى. نخليو الاغذيه تشرح لنا فين جا المحل. السلام عليكم المتابعين ديال قناه البهجه تيفي. انا فرحانه اليوم بزاف خويا ايوب واختي وفاء ولاله فاطمه، مرحبا بهم عندي. دونك المحل ديالنا كاين في مدينه مكناس مرجان جوج بجانب مقهى استريلا. راني غادي نخلي لكم الانستغرام باش تشوفوا لا لوكاليزاسيون، دايرين واحد الفيديو فيه لوكاليزاسيون نجيبكم نيشان عندنا حتى المحل. داكو. مرحبا بكم. ها هي اختي وفاء غادي توريكم لي برودوي اللي كاينين، الحويجات اللي كاينين. دابا انا شفت شحال شفتكم دخلت الحويجات ديال البرد. اييه. دابا ما عرف دابا حنا على دخلنا للبرد، راه البرد دابا صافي راه كاين. كاين صافي. كيما كتشوف كاين بياسات زويونين يعني الحمد لله. هنايا ضروري مكناس راه بحال الحاجة تا هو. لا بارد. تا هو راه ما تقول زعما مكناس سخون، تا هو مكناس. الفلان هو السبب. اخوتي حنا كيوصلنا واحد البرد مغربل، مغربل ما كاين زعما. كما قلت لكم اخوتي تبارك الله الحويجات اللي كتجيب اختي جيهان يعني حويجات واعرين بزاف. سميه المحل داليدا ياك؟ داليدا بوتيك. داليدا بوتيك. داليدا بوتيك يعني حويجات كتشوف بزاف، يعني واحد لاكاليتي فيهم واعره، وحتى الثوب لا مارك ديالو زويونه بزاف. لا زال حاسس داك الشيء والله العظيم. لا واخا كتقولي غنتخنق داك الشيء، ولكن واحد لاكاليتي كتجي فيه واعره، ماشي ديال. لا كاينين ديال الحويجات ديال تركيا، كاينين ديال فرنسا، كاين داك الشيء. الفاشن شوف تبارك الله واعر. داك الشيء مختار ما مجلخش. ما مجلخش داك الشيء كنشوف. فهمتي زعما ماشي داك الحويجات اللي غتلقايهم في كاع البلايص. هذاك راه فيه بزاف ديال اللوين. هذا كاين هذا ها انت راك فيه هاد فيه النوار. اييه النوار ديالو فيه هاد الباج. كاين هاد الخضيره داك البيض مع البيض. اييه كاين موديلات اخرين الا بغيتي كديروا ليفريزون كتصيفطوا للناس. كنديروا ليفريزون في المغرب كامل غير ب 30 درهم، ارخص ليفريزون كاين في المغرب. هذاك الشيء كنشوف مزيان. 30 درهم. قولي النمره ديالكم باش اللي بغى شي حاجه، شاف شي بياسه عجبتهم مثلا ولا هذا. ديال الواتساب المهم اللي كان ولا كارت فيزيت ديالكم. غنخليهم انستغرام. عندكم انستغرام؟ انستغرام لاباج انستغرامي باش كنخدموا بزاف. داليدا بوتيك واحد. داليدا بلاصقه.
غنخليوهم في الصندوق ديال الايات، خليها عندهم تما في صندوق الوصف، غنخليوها في صندوق الوصف باش اللي بغا. مرحبا بكم اللي جا من طرف اختي وفاء وخويا ايوب، الثمن ديالهم بوحدو. الله يكرمك. ديالها شنو هو؟ وفاء خمسة. وفاء خمسة صافي. صافي كود برومو ديالنا غادي يكون هو وفاء خمسة اللي غادي. اييه انا راه اختي دليل، اختي دليل داك اختي دليل تيجيهان يعني راه كما كتشوف حتى هي مسكينه غير كتعاون حتى مع الوقت داك الشيء، وكنطلب كاع المتسبعين ديالنا يجيو عندها ان شاء الله ندير كلاس الناس كاع المتسبعين ديالنا في المنطقه هذه. انا عارفه اللي كاين، انا عارفه المتسبعات ديالي، كنشكركم بزاف بزاف وكنتمنى لكم تدخلوا عند اختي. المهم تعاونوا بيناتنا، راكم عارفين شي يعني أي واحد شي واحد جون فاش كيبدا شي محل جديد وهذا. أي واحد اخوتي في شي دومين نتمنوا يعني الناس يتعاونوا معها، ضروري الانسان يتعاون ونقفوا مع بعضياتنا علاش لا. وكما كتشوفوا دابا غنخليكم مع الدوره هنا تشوفوا المحل، تشوفوا البيسات اللي عندها داك الشيء واعر، واكثر اللي بغيتوا تدخلوا تشوفوا لي ديطاي بزاف دخلوا للانستغرام كما كتكون اختي داليدا بوتيك واحد، دخلوا باش تشوفوا لي بيس وكتجاوبوا في الخاص يعني بغى شي حاجه كنجاوبوا سوغ بلاص. كتجاوبوا كنجاوبوا لاخاطر اغلبيه كنشوف انا ندير لي لي باج تيبغيش تيبغيش يجي تخلي لكم على الخاص. لا كنجاوبوهم ان شاء الله، زعما اللي جا عندنا غادي يمشي بخاطره ان شاء الله، غادي يمشي فرحان عندنا من لابوتيك ان شاء الله. ان شاء الله مرحبا بكم كاملين، ونخليكم دابا مع الدورة هذه ديال المحل تشوفوا شنو عندها. عندها يعني كتشوف هذا المونطون اللي خرج دابا طوندونس كما كتشوفوا، هادو واعرين بزاف بزاف، هادو ديال الكشمير هادي راه زوين فنين، هادو سخون تيكونوا بحال هكا بزاف. واكيد غنخلي اختي جيهان توريكم لاباج ديال الانستغرام ديالها وتعطيكم حتى النمره اللي بغى يتواصل معاهم. هاي لاباج ديالنا ديال الانستغرام داليدا بوتيك واحد. بالنسبه للنمره ديال الواتساب 06 79 64 51 09. راه كاينه نس فوسط لاباج، راه كاينه فوسط لاباج، وهو الفيديو ديال لوكاليزاسيون راه هو الاول دايرين له هنايا ايبانكلي باش تدخلوا، باش يدخلونيش انا ما يتلفوش قريب حتى حدا مقاس تريلا، حدا مقاس تريلا. ايوا وسالي كاع تلفتوا، تلفتوا كاع تدخلوا للمابس ديروا ما كافي استريلا مكناس اجيو دوروا مع نيشان. ايوا راه باينه بين البلاصه واحد الدوره غتجيو هنا نيشان يعني ما بعيدش بزاف. المهم هو يتعاونوا معاهم ايه انت شنو الله عاد بادين هي والاخ ديالها بادين ان شاء الله نتهلاو فيهم ان شاء الله باذن الله. كل شيء يمشي بخاطرو وريهم هاد لي موديل هو اي كما قلت لكم هادو خلاص، هادو خلاص كان هاد لي مونطو اللي خرجوا طوندونس كما كتشوف هادو واعرين بزاف. شوف هذا هاد اي في سيميلي كويف هذا زويون، هذا كما كتشوفوا شوفوا انتم هذا زويون بزاف بزاف انتم، هذا ستيل فن، هذا سبور كلاس، سبور كلاس هذا زويون جي هكا وهكا ما مخسر خاطر حتى شي حاجه بينو بين. كاينين هذوك لي طرانج ديال الكوير شتي هادو؟ اييه هادو تماما، ها هادو كاين هادو، كاين هاد العشرة هذا راه الكاليتي ديالو زوين. ها انتما شوفو باش نحل لكم شوفو من الداخل، من الداخل باين لي قلف ودا، من الداخل زويون يعني باين ماركة مزيانة. نتسنى حتى يجي هنا عاوني الشعب شوية حنا كنتالفين انت غير جري جري لاقاش غادير هاكا شوفوا راه باين شوفوا شتا خا شوفوا كي داير من الداخل يعني زوين. كاين واحد النوع ديال الكوير اللي كدير غير بغيك تقشر هذا بقى. لا لا هذا ما كان هذا زوين، هذا تلبسي هذا تلبسيه هذا تبارك الله زوين زوين تبارك الله. وكان خاص هذيك ما كتشوف كاينين هادو هانت شوفي هذا هو هذا هادو عاوتاني هادو اللي ديال تركي هادو كيجيو واعرين هادو كيجيو زوين بالنسبه اللي دارت الدراري هذا يعني كيجيو طويلين شويه تلبسيهم يعني عادي هذا بوحدو عرفتي طويل وواسع زوينين هادو هذا كاين اللباس ديال المتحجبات وكل شيء. ها انتما كاين حتى هادو كاينين هاد ليكاب كاين هادو اللي يونيفورم هادو كاينين هادو اللي فيهم الوينات ميلونج دو كولور هذا المهم كاين بزاف ديال الالوان وخلاص كاين الكاتمات كاين لي زونسومبل هذا اللي تيكون هذا تيكون هكا بسروال هكا تيكون بحال أيوة. هكا سروال وكيكون هذا الفوق ديالو انتم مع السروال هكا انا ما عرفتش عجبني السامبل الصراحه الله اي سامبل ديما كتعبي انا كنلاحظ جيني كتقدا الناس بحال كتقدا راسها داك الشيء راه مختار والله الا عازله بعنايه ما كاينش والله بحال تعزله من راسها ماشي غتبيع تبارك الله عليكم احبيب الله يزيدكم رزق ان شاء الله. شوف انتما كاين هذا البلون هذا شوفوا انتما ابيض هذا زوين هذا سخونين هذا ديال البرد اللي جاي مع هذا العام هكاك راه جاي بارد عليكم هذو عليكم بهذو واحد من هذي صافي هذاك هو الكمال ديال هي اللبسه كامله مكموله كامله مكموله انا معطى كاع اللباس في انستغرام كلشي كلشي كنحطوها ديما نحط الجديد ديما ديما الجديد راه كنخدم ديما الجديد خاص كاسكاطات هادو ديال العيوت الرجال هادو هادوك بجوج هادو بجوج بنات ودراري
دايره با يمشي كتجي نوريهم كتجي صرنا الكويبا ها با ما هاي هاي الكلاس اللي في السبور وديك الساعه هذا والله الا درت السبور ونجي نشوف واش انت المهم هاد لي جاكيت اخويا ايوب ها هما هادو ديال الكبير هادو شوفي اللوينات اللي فيهم كاين هادو سخونين هادو سخونين هادو زوينين هادو وهذا كان هذا المحل ديال اختي جيهان ونتمنى كاع المتابعين ديالنا يدخلوا عندها ان شاء الله و... وتخدم لنا يعني حويجات زوينين يعني الانستغرام قال الا عكزتو عكزتو كاع يتصيفط لكم صافي كاع الا عكزتو يتصيفط لكم كما قلتي 30 درهم ديال ليفريزون يعني كديري في المغرب كامل وخلاص الناس ديال مكناس يجيو عندنا المحل نبغيو نشوفوهم زعما ان شاء الله نوروا المحل علاش نورونا ان شاء الله حبابي يوم كاملين احنا جينا هنا بهذا الله احنا مبرزين هنا خيلو باين كلو على سد دابا اللي كدير في الشهر راسها والعريس راه مبرزه مهضره واحد فين طاحت عليا ومزيانه باش الواحد ما تبقاش يضيع الفلوس بزاف في العرس لان العرس كله تدبير بابا مرة تقول تكريم واحد الريستو انا وزاد وعيطوا لك 500 واحد ولا 600 واحد اللي عارضينهم واللي يجي كونسومي ويخلص على راسه واللي تيتسحب العريس والعروسه يجي يجلسوا معايا يضحكوا يضحكوا معاهم ويشطوا معاهم ويقولوا لهم مرحبا بكم وفي التالي لاكيس كتسناكم وافا مثبته وافا راك عريس زعما راك عريس طيح السر راني مبرزه هذا النهار هذا العرس مبرزه دابا راه بزاف ديال الناس قال حقا عليه شنو تيقول العروسه في ودنها وهي شنو كتقول له في ودنها ما تيقول والو تبارك الله عليكم العريس ما تيقول العروسه تيقول لها مالك خيتي كتخنزر فينا قربت تاكلنا بعينيها وهي كتقول لي عاوتاني كون شتي هذيك التكشيطه اللي لابسه الصراحه زوينه كون غير لبستها هي لا هادشي اللي تيقولها وتقول لي الصراحه هذه المقعه عامره شي كاع ما عرضنا عليه اجي دوك اللي قاسم ديك الطبله اللي كتعرفهم ولا ما كتعرفهم ولا ما تعرفوش وشكون عيط ليهم ما نعرف ولا عرف عرفتي تكون العروسه عيط شادين كل شيء قاعه كامله عرفتي مع قاسم واحد البلون وشاده تقريبا القاعه كلها كتشوفي فيها الناس تيقول كيفاش هذاك شتي يشوفوا تما ما يمكنش انا بعدا صراحه ضد العرس 200% علاش انا بالنسبه لي الانسان يدير واحد الحفله اللي صغيره وراه يعرض الناس اللي قرابين ليه بزاف ولا يدير الطلبه يقراو القران الله يعاون الله يسلم وديك الفلوس اه وديك الفلوس باش غدير عرس ودير واحد راه محتاجين هما الناس المساكنه هذاك الشيء باش دير مهرجان سير سافر بيه انت ومرتك دفعوا شي ابارتوم وقدوا به شي دار ديروا شي حاجه تنفعكم وترجع لكم بالنفع وعاون به الناس المحتاجين واش دير انت عرس كدير وتيجي واحد كيكون في التري تيقول لك حق الدجاج ما طايبش بسطيله خضراء ما قولوش فيها الحوت الداخل واش يعني كاين واحد النوع عاوتاني كيبغي كتقول لك انا خصني نفرح براسي هي والبنات البنات تيبغي يفرح براسي والله الا غير ترجع تكون بصح وحده مش باسي كاع اقسم بالله الا غير قال انا شوف هاد المره اللي تجي مثلا بنت البنات اللي فيهم هاد القضيه بغيت نفرح براسي عادي المره مثلا شي بنت مقبله على الزواج اللي يكون قريب العرس غير يجي باه ويقول لها هما الفلوس باش غندير لك العرس تاخذيهم يحطهم لك قدامها واش تاخذيهم ولا ديري بهم العرس وتو ديك الساعه واش غتفرح براسها ولا غتفرح الكونط لا 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 تشوف راسها عاد باقي حياتها انا كنت قال لي ما كليتش السوشي شوف قال لك وريني خويا نمشي نوريك نيتي تكون عاد داير انا كبيره اختي ديت انا واحد العرس تقول له ولبست لك احسن تكشيطه وانت ديك لا عمرك كليتي السوشي سوشي 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 هاد المرة فاش غادي نمشي غادي تشوفوا واش غادي ناكلوا المهم دابا راه شدوا دوك الدفاتر وجلسوا تي انا وصلت نقلب انا من هنا ندور بحال تيقراو انت وعامرين بزاف وسامة حتى هو راه شاد تيقلب مازال ما لقاش تمارين عصير ولا قهوة العشية هذه ما انا بعدا ما ناكلش ما نضربوش الشلاطة هاي 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 ها انت وفاء شوف اش حطوا لكم مع تما انت ديك هذيك شوف فيها واش واش نقصت تما كخلص هذيك الغره هذه اللي عمر بالسيده واش نقصت تما كخلص انت ياكل برغل برغل هذه شربتو ساليت عقل السربيع عمراني بالمعود جابو من جداد عرفت العروسه والعريس واكحين واكحين شو شو ايوب شو ايوب ايوب انا انت شربتيها كامله ونفس الشغل ما كانوا رابطانكم ولا فين كنتوا؟
مع خاتي التصاور والنقافه وداك الشيء راه والله العظيم العروسه مسكينه راه دائما نسمه حتى تاكلش. الله يخليك نوض العز كان عقل الجوع بعد ما عرفت كليت تيتلعبنا وسبحان الله بالفرحه. دابا شكون اللي غادي هذاك اللي غيجيبوك الماكله تبقى ملهيين. صافي كلشي ملهي الا ما فكرتيش راسك صافي باش تخلع شد بحال بحال الناس تصير كليت ما حسيتش انا هي العروسه ولا كليت الدرجه اللي جاني الجوع جبنا شويه الدغمي راه كنا كاينه بالدار. اي والله يسهل على كل بنيه والله يفرح كل بنت. الجو الصالح الله يفرح كل البنت والله يفرح كل وليه بالدريه الصالحه يا ربي امين. عطاوكم تعشى وبالصحه. ايوا العشاء ديال العروسه سيدي عيسى زوينه. نزيدو باش نديرو كاستور. شوف باش كتشد غير قلت لهم هذا. قالك شوف صحاب الريجيم انتم ماشي. قلت لهم الريجيم وغير. قال البلا ديال اي شيء قال لك دير الريجيم. انا ما عمرني دقت عمرني كليت السوشي نهار غناكلوه. لا ماشي هو اللي كلينا عند سيبوج معايا كاين. هذاك واعر هذاك انا ما تيعجبنيش داك الشيء وهذاك حمقني الطريق ايمانسي. لا ماشي هو وانا ما تيعجبنيش داك الشيء اللي معاه المايونيز وداك الشيء ولكن هذاك حمقني الصراحه. ايمانسي زوين. تحيه للسيبوج معاه وبنتي نوال وسي هشام وبنتي لطيفه تبارك الله عليهم وخاوله تحيه لهم كبيره وتحيه للمشاهدين ديالنا كاملين. وهذا ديال اسامه. شنو هذاك اسامه تما؟ مرة صايق واحد الطوموبيل طلق داك هي اللي اه شوف شوف وعندك راه صايق مساليش اها وشوفوا المشاهدين انا حكروني ما جابوا لي والو ها انتم شفتي شحال تاكل هذيك العروسه الخايبه خدمت كنت تاكل. احنا غير نظهروا تما كنضحك شويه هذيك اي جبت لي درت لي الله فرمايا درت لها سيدي بوشيت كولي وهادشي علاش كيفاش ما بوشيت كولي. انا قلت لهم غير عواصر زعما نديرو غير عواصر بلاش بصح هو قال لك لا ياكلو. قال لي ايوب اطلب لي قلت له انا بغيتي شي خضره ولا شي انا بلديه بغيت داك الشيء بلدي. اي بروشات في لا مع خضره. شكرا انا ولدي صراحه. هاي هادشي تبارك الله غزال هانت هادشي واعر انا هادشي لا لا اسامه شاف مطيشه اخضر شاف طميشه وشاف البروكولي الصراحه هذه وافق اللي طلبتي كولي معايا كولي هذه اللي نحب والله الا لا والله الا هذا واعر واكل انا كل انا وياك والله الا اعطي هذاك طاقوس لايوب. لا 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 اختي انا عجبني كولي بصراحه واقيلا ما عجبكش. عجبني تجيب لي الحار واش من الريجيم تدير الله يهديك وزيد القبعه غير تدير العينيه باش تعرف واحد اللي كتعرف هو جنب دابا نصدمكم دابا تصدموا دابا تصدموا ان شاء الله غتولي فيها شي ميور مابقاش تقول الله الا ميور مابقاش دابا تصدموا يا ان شاء الله دابا نتصدموا نتصدم معكم دابا تصدموا ايوا ما شهيناكم. شوفوا هاد الجوج ما بغاوش ينوضوا يمشيوا خوتي عرفتي عجباتهم الجلسة وفا على عجباتك الجلسة هي قلت اقسم بالله والله العظيم اللي تلاقيت والله يحوالك العروسة راه غضبات شكرا الله يحفظك حتى يريد الله يحفظك شكرا هاك اخويا يعطيك الخير العروسه راه غضبانه وغضب بابا 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 كولا ولدي كولا وعينها في العصير عينها في العصير ما غاتشوف شوف 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 كي داير داك الشيء بعيط الله يسامح الله يسامح الله يسامح كيقول لاخوتي كنهضر بالجهد الله يسامح صافي الله يسامح وجه خالتي باقي مره شويه صافي الله يسامح انا غضبان منك ويكو 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 مودي هادو هما هادو هما العرس والطيارين دوك
شوفي دوك وفاء دوك العرسه المطريه تجي عند امها بشويه تبتي تبتي ترجع ثاني عند ولدها تبت تبت ودير عقلك الناس تيشوفوا بان لها العرس مي زقرام شرقي عصير غاكلي ماشي مفكرش فينا ويلي حنا جايين معاه قال لك واش شحال هادي ما شربوا ثلاث سنين ها؟ شي سنين ما شربوا سنين ولا ثلاث سنين؟ سنين سنين شربين فكر ليا بروح شت سنين شحال هي شحال؟ ويلي شو كاينه في الحلوة باقي لنا درنا كل شي حاجة من الماكلة كنت هذا القرى مش واش هذي لا تسمى درنا فيه صابوراي هذيك صابوراي راه صابوناي